تحديات كبيرة زاهر على الطواقم الطبية بصورة عامة، عندما نتحدث عن طواقم طبية تعمل منذ أكثر من 60 يوما تحت ضغط شديد جدا من وصول الجرحى والشهداء. فنحن نتحدث عن طواقم أنهكت فعليا، أنهكت على صعيد المستهلكات والمستلزمات الطبية وحتى أنهكت جسديا، وبالتالي هؤلاء الأطباء والطاقم التمريضي والطاقم الطبي لم يستطع أن يلتقط الأنفاس منذ بداية هذه الحرب. حتى في أوقات التهدئة الإنسانية كان الاهتمام ينصب على محاولة مساعدة الجرحى الذين أصيبوا، وبالتالي كان العمل على مدار الساعة. هذا من جانب. الخطورة اليوم ما يحدث في خان يونس. اليوم عندما نتحدث عن مدينة خان يونس ونتحدث عن مجمع ناصر واقتراب الآليات بشكل تدريجي إلى وسط المدينة، وبالتالي يعني محاولة قطع الطريق المؤدية إلى هذا المجمع، إذا ما حدث ذلك بلا شك ستكون هناك خطورة أكبر وأعمق. نحن نتحدث عن أهم المجمعات الطبية الكبيرة وهو مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وبالتالي وجود المخاطر حول هذا سيصعب من عملية وصول الجرحى إلى هذا المجمع، وهذا يعني بأن المخاطر كبيرة جدا على المواطنين المتواجدين هناك. إضافة إلى ذلك المستشفى الأوروبي وهو يقع إلى الشرق من منطقة خان يونس، في المنطقة الواقعة ما بين منطقتي رفح وخان يونس، هو مستشفى بعيد، ربما لا تستطيع سيارة الإسعاف نقل كافة الجرحى بسبب خطورة المنطقة وخطورة الطريق المؤدية إليها، وبالتالي هنا ستكون بالفعل هناك كارثة حقيقية، وهو محاولة إخراج مجمع طبي جديد عن الخدمة أو على الأقل قطع الوصول إليه، وبالتالي ستكون هناك تداعيات إنسانية كبيرة جدا. الطواقم الطبية تحاول جاهدة تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات، لكن نعلم جيدا كما تقول ما وصل إليها من مساعدات لم يغطي أكثر من 5 أو 6% من احتياجاتها، وحتى هذه النسبة تناقصت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الضغط العسكري وبسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع وارتفاع أعداد الإصابات والشهداء، وبالتالي لا وجود حتى الآن لمساعدات جديدة تدخل إليهم. الأماكن والأسرة الطبية امتلأت وتعمل هذه المشافي كمستشفى الشهداء الأقصى بسبعة أضعاف قدرته الاعتيادية والاستيعابية، وأيضا حتى مستشفى العودة هو مستشفى صغير جدا ومستشفى خاص في مخيم النصيرات لم يعد يحتمل أن يستقبل أعداد كبيرة من الجرحى، لأنه غير مهيأ أصلا لاستقبال هذا الكم الكبير من الجرحى، وبالتالي التداعيات كبيرة جدا على الواقع الطبي. وكلما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الدخول بشكل عميق إلى محافظة كبيرة كمنطقة خان يونس مكتظة بالسكان وتواجد فيها عدد كبير من المواطنين ويتساقط على مدار الساعة عدد كبير من الإصابات، بلا شك هذه ستكون التداعيات الطبية على الطواقم الطبية كبيرة جدا، وستصعب من أداء مهمة الطواقم الطبية بصورة عامة، وهذا بلا شك سينعكس بصورة أساسية على حياة عدد كبير من الجرحى. شاهدنا نماذج في منطقة شمال قطاع غزة عندما خرجت المشافي. عبد الله.